ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب دايما اسمع عنكم منتوا دايما بخير. الناس اللي متابعاني من فتره هتعرف ان انا مش بتكلم عن اي حاجه بتحصل في مصر، او مش بتكلم عن الاوضاع اللي موجوده في مصر او ولكن موضوع محمود البنا، الموضوع ده شاغلني بشكل خاص. يعني حبيت ان انا اطلع اعمل عنه فيديو، وطبعا انا عملت الفيديو الاولاني وقلت بعدها انا مش هعمل فيديوهات عن الموضوع ده، ولكن في شوية حاجات حبيت ان انا لازم اوضحهم للناس اللي هي كانت بتتابعني او الناس اللي شافت الفيديو الاخير. ببساطة شديدة انا طالع النهاردة عشان اتكلم في كام نقطة بخصوص الفيديو اللي فات وبخصوص القضية بشكل عام، وبعد كده ما عدتش هطلع تاني ولا عدت هتكلم في الموضوع ده نهائي. النقطة الاولى اللي هي التعليقات اللي جات لي في الفيديو اللي فات. التعليقات طبعا اللي جات لي في الفيديو اللي فات في منها تعليقات كتيرة جدا بتترحم على محمود الله يرحمه، وفي منها تعليقات بتقول اللي انتوا بتعملوه شيء كويس، دي الناس الناضجه اللي عارفه فعلا ان السوشيال ميديا يعني هو يعني سلاح قوي جدا 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 عشان خاطر يجيب اي حق اي حد. طبعا جالي تعليقات تانية بتتكلم على اننا كيوتيوبر او اي حد شغال في السوشيال ميديا عموما بيتكلم على قضيه محمود، لان هو شايف ان قضيه محمود قضيه راي عام، فبالتالي احنا عايزين نركب الترند او عايزين ان احنا نجيب متابعين او عايزين ان احنا نكبر القنوات بتاعتنا او ما شابه الى ذلك. طبعا كلامه جميل وحلو وعلى راسنا من فوق، ولكن في نقطة انت ممكن بتهملها. ايا كان اللي بيطلع بيتكلم عن قضية محمود ونيته النية ديت، فبالتالي برضه هي منفعة لمحمود ومنفعة لأهل محمود ومنفعة لنا كلنا. ليه؟ لان طبعا لما كل واحد عنده قناة على اليوتيوب ويطلع يتكلم عن القضية ديت، فالقضية بشكل عام هتكون قضية رأي عام. قضية رأي عام مش هتكون عشان خاطر حضرتك نزلت عشان تتظاهر في الشارع، او حضرتك في البيت قاعد عمال تقول محمود 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 محمود، او اللي انت تروح قدام المحكمة وتتكلم عن محمود. اللي انتوا متعرفوش او الناس كتيرة بتجهله، وفي ناس طبعا عارفاه، ان السوشيال ميديا هو اقوى سلاح رادع لاي حاجة. السوشيال ميديا دلوقتي هو لغة العصر. السوشيال ميديا دلوقتي هو اي حاجة بتحصل في ثانية السوشيال ميديا بيقدر يوصلها في نفس الثانية. فبالتالي الناس اللي المشكورة اللي بتطلع وتعمل فيديوهات عن محمود، طبعا الناس دي كلها مشكورة، والناس دي كلها بتتحط فوق رؤوسنا، حتى لو كانت نيتها ان هي عايزة، لان نيتها دي علاقتها ما بينها وما بين ربنا، تمام؟ حتى لو هي نيتها ان هي طالعة عشان خاطر ان هي تطلع ترند، او ان هي تجيب مشاهدات، او ان هي تعمل الكلام ده، فهي نيتها دي عبارة عن علاقتها بربنا، ملناش احنا نتدخل فيها. تاني حاجة كنت عايز اتكلم فيها، ان بالنسبة لقضية محمود، وبالنسبة لاننا لو ما اتكلمناش عن قضية محمود وكل وسيبنا القضية كده وخلاص، قضية هتتنسى، قضية هتكون قضية عادية خالص، هيتحكم فيها حكم عادي، مش هيبقى فيها استعجال للحكم، مش هنشوف اخبار كل مدى بتتطور، ومش هنلاقي مش هنشوف النائب العام يؤمر باستعجال الحكم في القضية، وان القضية تكون قضية مستعجلة ويبقى فيها الحكم فيها بشكل مستعجل زي ما احنا شايفين وزي ما احنا بنتابع الاحداث. تالت حاجة ودي الاهم عشان خاطر مطولش عليكم الفيديو، لان هسيبكم الوقت مع حتة نشوف نبدأ ان احنا نحللها ونشوف فعلا هل احنا شعب ناضج، هل احنا فعلا بنتعلم من اخطاء غيرنا ولا لا. طبعا الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا وعندها قنوات على اليوتيوب او عندها حسابات على الفيسبوك او على الانستجرام، حسابات كبيرة، وبتطلع وبتتكلم على قضية محمود وبتبدأ ان هي تروج الشائعات. انا في الايام اللي فاتت ديت شفت كمية شائعات عن قضية محمود خلتني اوزهل والله العظيم بجد، خلتني اقول فعلا هي البلد بتاعتنا ايه اللي بيحصل فيها، هو فعلا اي حد كده ممكن بسهولة حقه يضيع او الكلام ده. فبدأت ان انا اشوف الاخبار دي، بدأت ان انا اشوف، لقيت واحد كاتب لك ان محمود له اخ واخوه مش عارف حطوه مكانه ومش عارف ايه، وثلاثة مليون دولار ومش عارف ايه، وثلاثة مليون جنيه وكلام غريب كده. اسمع تاني ان سر مش عارف البنت بتاعت مين مش عارف حصل فيها ايه. اسمع تاني ان ام محمود، ام محمد راجح، طلعت واتكلمت وعملت بوست مش عارف ايه، اطلع الاقي اللي فيه تسريبات عن مش عارف ايه وايه وايه. القضية مش مستاهلة كل اللي انتوا بتعملوه. القضية يا جدعان والله العظيم بجد انتوا اللي انتوا بتعملوه ده، او الشائعات اللي انتوا بتروجوها، لان انا بعد كده بكتشف ان كل اللي بيتقال ده شائعات عشان خاطر بس يركبوا الموجة، عشان خاطر بس يلموا الناس حواليهم او 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 او. كل اللي انتوا بتعملوه ده مش في صالح محمود ومش في صالح قضية محمود. قضية محمود لازم ان احنا نبقى عندنا هدف واحد، الهدف ان هو نرجع حق محمود، مش اننا نسير حواليه الشائعات، لان الناس كلها هتتجه حوالين الشائعات وهينسوا محمود وهينسوا قضية محمود.
عايز اقول لكم ان الناس اللي بتتكلم عن ان محمد راجح موجود في السجن ومتنزه وي وي وي، طبعا الكلام ده غير حقيقي خالص. الراجل زي ما انتم شايفينه وهو داخل المحاكمه كان عامل ازاي، طبعا الله يكون في عون امه، الله يكون في عون اهله، الله يكون في عونه، لان هو فعلا ضحيه مجتمع، هو فعلا ضحيه اهله، هو فعلا ضحيه تربيه. فاحنا لنا نقدر نقوله ان احنا لازم، يعني مش هقول لك انا متعاطف معاه، مش هقول لك انا متعاطف معاه، مش هقول لك انا بحبه، مش هقول لك ان انا عايزه ما يتسجنش، مش عايزه يتعدم، لا طبعا هو انسان يستحق ان هو ياخد جزاته، لان لو ما خدش جزاته في غيرنا كتير 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 هنبقى مصير محمود الله يرحمه. ولكن فعلا 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 هو ضحية لكل حاجة بتحصل في المجتمع عندنا، لأن هو فعلا تربيته كانت تربية خاطئة، أسلوبه كان أسلوب خطأ، فهو ضحية حتى لأفعاله. ففي النهاية كده أحب إن أنا أسيبكم مع فيديو، وبعد ما تشوفوا الفيديو نرجع تاني مع بعض. بعد ما شفت الفيديو اتمنى ان انتم تكونوا فهمتم الفيديو ده بيتكلم عن ايه. طبعا الفيديو ده بيتكلم عن امين شرطة حب ان هو بنت موجودة في المظاهرة اللي كانت عشان خاطر محمود قدام المحاكمة، فحب ان هو يضربها او حب ان هو يضايق فيها او حب ان هو يقول لها انت بتعملي كده ليه وي وي وي، وقام ضاربها وقام عامل اللي انت شفته. الفيديو بيبين ان احنا قد ايه ما بنتعلمش من اخطائنا، قد ايه ما بنتعلمش من اخطاء الغير، قد ايه ما عندناش وعي ثقافي ان احنا نقدر لو واحد مننا عمل الخطأ نقدر ان احنا نتعلم منه او ان احنا ما نعملش الخطأ ده تاني. فبالتالي بنشوف ان احنا فعلا 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 صعب ان احنا نتعلم بسهولة، لان الشخص اللي عمله ده، انا عايز اقول لك ان محمود الله يرحمه كان سبب وفاته ان هو حب ان هو يدافع عن بنت بيحصل لها كده في الشارع. فلما انت تكون امين شرطة وتعمل كده في بنت في الشارع، بنت ناس بتعمل فيها كده في الشارع، فانت بالتالي ما عندكش وعي، فانت بالتالي كده بتسيء اصلا القضية بتاعت محمود. يبقى انت كده اساسا مش، يعني مش عارف اتكلم اقول ايه بصراحة، ولكن هو بالفعل 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 اللي انت عملته كان خطأ، واتمنى ان انت تتحاكم على اللي انت عملته ده، لان لو حد كان شافك يعني عنده زي اللي كان عند محمود الله يرحمه اكيد ما كانش هيسيبك تعمل كده، واكيد كان هيعمل معاك مشكلة، والمشكلة كانت هتكبر وكانت هتتفاقم، بحيث ان الشعب او الناس الموجودة في المظاهرة كانوا هيقلبوا على قوات الامن، وساعتها هتبقى مشكلة كبيرة، وساعتها مش هتقدر ان انتوا تحلوها بالسهل. في نهاية الفيديو احب ان انتم تدعوا لمحمود بالرحمة، واحب اقول لكم حاولوا ان انتم ما تروجوش الشائعات، حاولوا ان انتم تبقوا ورا الهدف الرئيسي اللي هو قضية محمود والحكم في قضية محمود وبس. عايز اقول لكم ان النائب العام امر باستعجال المحاكمة، النائب العام مش قاعد عندنا في مصر، القضاء ان شاء الله باذن الله هيرجع حق محمود. اذا كان محمد راجح تحت السن القانوني اكيد هياخد جزاته، او اذا كان محمد راجح فوق السن القانوني اكيد برضه هياخد جزاته، والمحاكمه ان شاء الله هتكون محاكمه عاجله وباذن الله هتكون منصفه لنا جميعا. واتمنى ان احنا نصبر لحد ما نشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. ولو انت عايز تساعد محمود تبقى انت تساعده بانك تشير اي فيديو تشوفه بيتكلم على محمود مش بيروج شائعات، اي فيديو بتشوفه على السوشيال ميديا بيتكلم عن محمود وعن قضيه محمود، لان بالتالي مع انتشار الهاشتاج بتاع محمود طبعا ده بيروج لقضيه محمود اكتر واكتر واكتر. وفي نفس الوقت الناس اللي هي حابه تشير الفيديو تشير الفيديو في كل مكان، لان ده فعلا هيساعد في قضيه محمود. خليكم واعيين، خليكم عندكم وعي، خليكم كلكم ايد واحدة، وان شاء الله بإذن الله حق محمود هيرجع، واشوفكم على خير.